هنروح للكرة الطائرة سيدات، بكرة إن شاء الله هيبتدي المشوار، ابتدى المشوار، إحنا أبطال الدوري، أبطال الكاس في السيدات بإذن الرحمن. بكرة هتبتدي أول مباراة في الدوري بإذن الله أمام نادي الزهور. فريق الزهور فريق محترم جدا جدا، ومجموعتنا زي ما حضراتكم عارفين الأهلي والزهور واتحاد اسكندري وهليوبلس والزمالك وأصحاب الجياد وادي دجلة 6 أكتوبر، مجموعة قوية. المباراة إن شاء الله هتتلعب مع نادي الزهور بكرة إن شاء الله على صالته في مدينة نصر. فريقنا هيلعب في الجولة الثانية مع نادي الزمالك، المباراة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة القادم في النادي الأهلي بدون جمهور. وده الفاكس أو الجواب اللي جه على النادي الأهلي أن المباراة هتتلعب، المباراتين بالمناسبة مش مباراة النادي الأهلي بجمهور من غير جمهور، لا هو بيبقى المعاملة بالمثل أو بيبقى على الكل. المباراة هتكون في صالة النادي الأهلي بدون جمهور، ومباراة العودة في ميتا عقبة هتبقى أيضا بدون جمهور. كل التوفيق طبعا لفريقنا، كابتن حمدي الصافي المدير الفني بذل مجهود كبير جدا هو واللاعبات الفترة اللي فاتت، حصل تدعيمات قوية، معانا اتنين أجانب محترفات على أعلى مستوى، ليفل 1 في العالم كله، مش بس عندنا، لا ليفل 1 أو ليفل 1 على العالم كله اللعيبة بتاعتنا. الصراحة السنة دي حصل دعم في اتجاه الأجانب، قوي جدا. يعني النادي الأهلي يعني بأمانة حصل تدعيمات قوية جدا جدا جدا، الحقيقة أسعدتني بكل المقاييس. الحقيقة كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي الزميل العزيز أدى فيها دور كبير جدا، لدرجة إنه عشان يمضي أحد المحترفات في كرة الطائرة سافر هولندا. فإذا في شغل مبذول، في دعم قوي جدا، مجلس إدارة النادي الأهلي بيوفر كل شيء، تتخيله، من لعيبة لمرتبات لرسوم تسجيل لكل شيء. النادي الأهلي موفر للعبته وموفر كل شيء للأجهزة الفنية بشكل في النهاية يكون بيترجم لبطولات ويعني مكسب. وهو ده النادي الأهلي، منظومة كاملة، مثلث هرمي، بيبقى كل المنظومة متكاملة بحيث في الآخر نسعد جماهير النادي الأهلي.